بالله عليك أخ الإسلام أخت الإيمان، ماذا غير رمضان في سلوكك وحياتك؟ من تستفدذ في 12 يومي تزمض، ماذا استفدت في رمضان؟ من يعني الدرس التكسيد غور النش نغد دماغ النش ذا العقل النش في رمضان أن تستفيد؟ ماذا استفدت في الصلاة أو مع الصلاة؟ تغوض زيد جيد شقبر أو تغوض زيد جيد تقطعض أو تغوض زيد جيد هداف؟ نهار يوض رمضان الحمد لله له الفضل والمنة، المساجد تعمرت، بيوت الله ملأ، لكن ماذا غيره رمضان فيك في قضية الصلاة؟ وإن كان أمر الصلاة أو العبادة عموما أن لا نعبد الله فقط في رمضان، مش ما نعبد ربي في رمضان، هل نحن نعبد فقط الله في رمضان أم نعبده في رمضان وفي غير رمضان؟ إذن السؤال مش تمسى ذي مزيدة وانت عمارة انت في رمضان أذي يعذو رمضان ولو كشمان ذي ذور عادت ريما أو حليمة لعادتها القديمة، أتفت زوجة تخذني صافي وقيم وذ مزيدة أزمي وخسن تسقسي أعني النفلة الصدقات قراءة القرآن الاستغفار، بل إني أسألك عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة يا رب العالمين، كيف حالك مع التوبة في رمضان؟ ما مشي تجل حال نغك رب العالمين في رمضان أيها الفضلاء أخت الإسلام أخت الإيمان، وتشمنغي عز أمنا وأختنا وبنتنا. نقارو من غيار رمضان ذي الحياة نوم، من غيار رمضان ذي الأخلاق نومك رب العالمين. أك النبي صلى الله عليه وسلم أك يويا، ماذا غير رمضان فينا أيها الأحباب؟ كيف صارت المرأة التي ما كانت ترتدي الحجاب ثم أطغوت يارض بالحجاب، وبالمناسبة التصم تمغارين يظنون ويعتقدن بأن الحجاب هو الفنارة، يعني ما تكفنارة من يقيمن أتقمين تخس أتياض السار ورزية نغفار ذات تقوضات نغجد حشتز ذات فسوس، وهذا خطأ أيتها الأخت الكريمة. الحجاب هو جلباب المرأة المسلمة مرة، هو يعرض نذيار التمات المسلمة مرة، وسنخصص له درسا إن شاء الله تعالى إذا كتب الله اللقاء والبقاء. ماذا غير رمضان في حياتك وفي أخلاقك أيها المسلم؟ ماذا غير رمضان في قراءتك للقرآن؟ ماذا غير رمضان في الاستغفار والتوبة إلى الله؟ ماذا غير رمضان في الابتعاد عن الحرام؟ إذن تكيفن يقارش قيق صحس بعد غي وقارو، لكن سؤال مش مساث بعد ذي وقارو النهار من يكمر ذي رمضان ها 16 نغ 17 ساعاتين شكت بعد ذي وقارو قال قيق صحت تسق مش مساث بعد الخس. لو كان الأمر على ما تقول حقيقة تيري والله ماذا سبعد ذات كيف سواس عياذا بالله، ولكن ثارس إصبار أقول له وغاكب العزيمة بونتو نغنش موامو يعذو ذيك تبارك الله ذي 2 متر أذا عرس ذي 2 متر يجاري تيجو بونتو يمو ذي 7 سنتيم نقل ذي 3 سنتيم سبحان الله. فلذلك أفيق عباد الله